بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد رسول الله. إن شاء الله النهاردة هنحل امتحان لمادة الدراسات الاجتماعية الصف الثالث الإعدادي، امتحان متوقع. طبعا نظام الامتحان 4 أسئلة، سؤالين جغرافيا وسؤالين تاريخ، والسؤال هنا بيشمل ألف وب وجيم كل سؤال. هنا الأسئلة بنبدأ بالجغرافيا، في 5 دول موجودين السنة دي عندنا، لكن لكل محافظة 3 دول هم المقررين عليها. مثلا القاهرة مقرر عليها 3 دول، الهند ونيجيريا وألمانيا. عشان كده النهاردة أنا جبت الهند لأنها مقررة في محافظات كتير، وهي دولة سهلة وربما إن شاء الله تيجي. واحد، هنا هنبدأ الخريطة. أمام خريطة لدولة الهند أكتب ما تشير إليه الأرقام الآتية: 1 خليج، هنا إيه؟ البنغال. الرقم 2 هضبة، هنا تقع في وسط الهند، هضبة الدكن. 3 هنا مدينة نيبال. 4 دولة هي داخل الهند وقريبة جدا، داخل حدود الهند، ولكنها دولة منفصلة، اللي هي دولة بنغلاديش. هنا خلصنا ألف، هنخش على الجزئية الثانية من السؤال رقم 1 به: بما تفسر تركز زراعة الشاي في دول شرق آسيا؟ هنا تركز زراعة الشاي في دول شرق آسيا، خاصة طبعا الصين، لأن هي الصين أولى الدول في إنتاج الشاي. أولا هنا أي زراعة بتبقى موجودة بكثرة بسبب أن المناخ مناسب، يبقى المناخ هنا المناسب إيه؟ بسبب المناخ الحار والهواء الرطب والمطر الغزير ووفرة التربة الخصبة. يبقى هنا في توفر في التربة الخصبة والمناخ الحار والهواء الرطب والمطر الغزير، الحاجات دي متوفرة فين؟ في دول شرق آسيا، عشان كده في زراعة الهند، في زراعة الشاي. رقم 2 صعوبة استخدام الآلات والميكنة الزراعية في مناطق الزراعة الكثيفة. في مناطق الزراعة الكثيفة بيصعب استخدام الماكنة والآلات لأنها هنا حجمها كبير. طب هنا الإجابة إيه؟ هنقول بسبب صغر مساحات الحقول الزراعية، لأن الآلات أكبر كبيرة بالنسبة لحجم مساحات الحقول الزراعية، يبقى بسبب صغر مساحات الحقول الزراعية مما يؤدي إلى صعوبة استخدام الآلات والميكنة الزراعية. رقم 3 تعد الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الدول المصنعة للألمونيوم. طبعا مش كل الدول اللي بتنتج البوكسايت هي نفسها اللي بتصنع الألمونيوم، لأن صناعة الألمونيوم محتاجة مقاومات. المقاومات دي مش متوفرة في كل دول العالم، ولكنها موجودة في الدول المتقدمة زي دولة الولايات المتحدة الأمريكية. يبقى هنا الإجابة تعد الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الدول المصنعة للألمونيوم بسبب وفرة الطاقة الكهربائية، والخبرة العلمية والفنية المتطورة، كده خلصنا به. هننتقل للسؤال: اكتب ما تشير إليه كل عبارة من العبارات الآتية: محصول زراعي يعتبر الغذاء الرئيسي لمعظم شعوب العالم، محصول القمح. رقم 2 دولة عربية تعد الأولى في توليد الطاقة الكهربائية من الرياح. هنا مش عاوز دولة عالمية، أنا عايز هنا دولة عربية، مصر. رقم 3 نشاط اقتصادي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الألماني أي دولة أوروبية؟ هنا النشاط الرئيسي بتاعها هيكون إيه؟ لازم هيكون الصناعة، يبقى هنا الصناعة هي العمود الفقري للاقتصاد الألماني. أربعة مدينة نيجيرية تعد مركزا للتجارة والتعليم والمواصلات. مدينة تسمى إيه؟ مدينة نيجيرية بتعد مركزا للتجارة والتعليم والمواصلات، مدينة أبيدان. كده خلصنا السؤال الأول في الجغرافيا، هنخش على السؤال الثاني. اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة مع تصويب الخطأ. السؤال الصح وغلط بيبقى السؤال اللي هو الغلط إجابته غلط، وأنت
انت بتصححه ده بيبقى عليه الدرجة الضعف. يعني لو السؤال الصح عليه درجة واحدة، يبقى السؤال اللي هو خطأ وانت هتصححه عليه درجتين، لانه هنا احنا بنعتبره سؤال مقالي. يبقى نهتم قوي بان احنا لازم نصحح الخطأ. رقم واحد، تتركز زراعة القطن في قارة اسيا. طبعا هنا اجابة صح، تتركز زراعة القطن في قارة اسيا اجابة صحيحة. رقم اتنين، تشتهر استراليا باجود انواع الصوف في العالم اللي هو صوف المارينو. طبعا هنا اجابة صح. السؤال اللي بعده، رقم تلاتة، أكبر الأقاليم الصناعية في العالم الجديد إقليم غرب ووسط أوروبا. أكبر الأقاليم الصناعية عامة في العالم يعني حديثا هو إقليم غرب ووسط أوروبا، لكن هنا في العالم الجديد يبقى خطأ، لأن العالم الجديد هو لازم يكون في الأمريكتين. يبقى هنا أكبر الأقاليم الصناعية في العالم الجديد، هنقول الإجابة بعد ما هنقول هنكتب علامة غلط، شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية، إقليم شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية. رقم أربعة، يتم إنتاج الكهرباء الحرارية من حركة المد والجزر والشلالات والسدود. هنا الإجابة هتكون غلط، يبقى هنكتب كلمة خطأ، لأن هنا الطاقة الكهرباء الحرارية بتيجي بتنتج من حرق الغاز الطبيعي وحرق الفحم والبترول. يبقى هنا يتم إنتاج الكهرباء الحرارية من حركة المد والجزر خطأ، هنقول حيث إنها تنتج من الفحم والبترول والغاز. رقم خمسة، تعد السعودية من أكبر دول العالم إنتاجا للبترول. السعودية مش بس من أكبر دول العالم إنتاجا للبترول، ولكنها من أولى دول العالم إنتاجا للبترول. يبقى هنا الإجابة صحيحة. هننتقل للنقطة التانية، به في السؤال الثاني جغرافيا، دلل جغرافيا على صحة العبارة الآتية، تحتاج الصناعة للعديد من المقومات البشرية. الصناعة عامة يا أولاد هي بتحتاج لمقومات بشرية ومقومات طبيعية، تمام، والاثنين ما بيستغنوش عن بعض. يبقى احنا دلوقتي لو جالي المقومات البشرية، الإجابة هنقول ايه؟ الأيدي العاملة وافتكرها بإيديا، رأس المال افتكرها براسي، التطور العلمي وتوافر الأسواق. يبقى وفرة الأسواق، الأيدي العاملة، ورأس المال، والتطور العلمي، ده المقومات البشرية. أما لو جالي المقومات الطبيعية اللي هي المواد الخام سواء المعدنية أو الحيوانية أو الزراعية، لازم تكون متوفرة ولازم يكون متوفر مصادر طاقة. يبقى العوامل الطبيعية مصادر طاقة ومواد خام سواء معدني حيواني زراعي. المقاومة البشرية، رأس المال، افتكرها براسي، احط ايدي كده على راسي، يبقى رأس المال، امسك ايدي كده، يبقى الأيدي العاملة، السوق، تمام، والتطور العلمي. قارن بين الحديد والبوكسايت من حيث الأهمية والدول المنتجة له، وأولى الدول المنتجة له. المقارنة بنعملها في جدول، وبنعمل من حيث، يعني الجدول هنا بيبقى ثلاث صفوف، صف بكتب من حيث، وبعدين هنا هكتب صف هكتب الحديد، وصف تاني هكتب البوكسايت. يبقى المقارنة مش بكتبها سطور ورا بعض، عشان يبقى المصحح شايف الدنيا مظبوطة قدامي، لكن انا هعملها ايه؟ لازم اعملها في مقارنة. يبقى احنا هنقارن بين الحديد والبوكسايت. اول حاجة من حيث الاهمية، الحديد اهميته اللي هو بيستخدم في صناعة كذا وكذا، هنقول ان هو بيستخدم في العديد من الصناعات، مثلا زي الحديد والصلب والصناعات الحديثة. طب البوكسايت، هنا البوكسايت اهميته هو الخام الرئيسي لمعدن الالومنيوم. يبقى الحديد بيستخدم في العديد من الصناعات زي واساس الصناعة الحديثة، ويستخدم في صناعة الحديد والصلب والالات. طيب البوكسايت هنا هو خام رئيسي لمعدن الالومنيوم، ده الأهمية. طب الدول المنتجة بالنسبة لمعدن الحديد، أولى الدول المنتجة، أولا قارات العالم، جميع قارات العالم بتنتج الحديد، لكن أكتر دولة بتنتج معدن الحديد الصين، هي أولى الدول. الصين واستراليا تاني دولة، يبقى الصين وبعديها استراليا. طب بالنسبة للبوكسايت، أولى الدول هنا إنتاجا للبوكسايت استراليا، هي أولى العالم إنتاجا للبوكسايت. كده احنا خلصنا السؤالين الجغرافيا، هنشتغل ان شاء الله هنبدأ تاريخ مع بعض.
السؤال الأول تاريخ اللي هو رقم 3 هنحل فيه ألف من يكون. من يكون يعني الشخصية، هنا هنختار شخصية تاريخية. نخلي بالنا ان لازم سؤال الشخصيات هيجيلي سواء يجيلي بالشكل اللي انا عاملاه ده او يجيلي اختار ما بين الأقواس. رقم 1، أذاع البيان الأول لثورة 23 يوليو عام 1952 ميلاديا من دار الإذاعة المصرية. رقم 1، أذاع البيان الأول لثورة 23 يوليو عام 1952 من دار الإذاعة المصرية. يعني مين اللي قال البيان بصوته؟ اللي قال البيان هنا بصوته محمد أنور السادات. لكن لو قال كان باسم مين؟ باسم اللواء محمد نجيب. لكن أذيع بصوت مين أو اللي قاله؟ هو اللي قاله محمد أنور، الرئيس محمد أنور السادات الأسبق. رقم 2، الفريق رقم 2 رئيس أركان حرب القوات المسلحة واستشهد أثناء حرب الاستنزاف. طبعا البطل الفريق أول عبد المنعم رياض. البطل الفريق أول عبد المنعم رياض. رقم 3، تولى القيادة العامة للقوات المصرية والسورية في حرب أكتوبر عام 1973 ميلادية المشير أحمد إسماعيل. رقم 4، أصدرت أول مجلة نسائية في مصر عام 1907 هنا جميلة حافظ، وهنا الصحيفة أو الجريدة كانت اسمها الريحانة. سؤال جزئية به من السؤال الثالث في التاريخ اللي هو أول سؤال، ما النتائج التي ترتبت على فشل العدوان الثلاثي عام 1956 ميلادية؟ النتيجة المترتبة على فشل العدوان الثلاثي عام 1956، أول حاجة انسحاب القوات الإنجليزية والفرنسية من بورسعيد. رقم 2، انسحاب كمان القوات الإسرائيلية من قطاع غزة. كمان رقم 3، تنديد الأمم المتحدة بالعدوان ورفض الولايات المتحدة الأمريكية استخدام القوة في حل النزاع. طبعا هنا انا ممكن اجاوب اجابتين بس عشان اخد الاجابة كاملة. السؤال رقم 2، ما النتيجة المترتبة على عقد معاهدة السلام في مارس عام 1979؟ بعد معاهدة السلام النتيجة المترتبة وانتصرنا طبعا في حرب اكتوبر، وكانت هنا معاهدة السلام اطرافها مصر واسرائيل، ان اترفع العلم المصري فوق شبه جزيرة سيناء. يبقى رفع العلم المصري فوق شبه جزيرة سيناء، وده كان سنة 1982 بعد استعادتها من ان احنا خدناها من المحتل الاسرائيلي، والكلام ده فيما عدا منطقة طابة. يبقى النتيجة المترتبة على معاهدة السلام رفع العلم المصري فوق شبه جزيرة سيناء. تمام كده، دي اجابة مظبوطة. ما النتيجة المترتبة على ثورة 25 يناير 2011 ميلادية؟ ثورة 25 يناير هنا النتيجة المترتبة عليها ان تخلى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن الرئاسة في 11 فبراير 2011، وتسليم إدارة شؤون البلاد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. يعني هنا الرئيس الأسبق ترك الحكم وسابه لمين؟ لشؤون البلاد، لإدارة شؤون البلاد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. يبقى الإجابة النتيجة المترتبة على ثورة 25 يناير تخلي الرئيس الأسبق مبارك محمد حسني مبارك عن الرئاسة وتسليم إدارة شؤون البلاد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. السؤال رقم جيم، ماذا يحدث إذا لم تقم بريطانيا بإصدار وعد بلفور؟ احنا عارفين الوعد اللي أصدرته بريطانيا لإسرائيل هي اللي جعلت إسرائيل تحتل فلسطين. طيب إذا لم تقم بريطانيا بإصدار وعد بلفور كان إيه اللي هيحصل؟ إذا لم تقم بريطانيا بإصدار وعد بلفور لم تسمح بهجرة أعداد كبيرة من اليهود إلى فلسطين. يبقى لم تسمح بهجرة أعداد كبيرة من اليهود إلى فلسطين، لأن بناء على وعد بلفور هنا فتحت بريطانيا أبواب فلسطين مفتوحة لهجرة أعداد كبيرة من اليهود من جميع البلاد. وكمان لم تسمح بانتقال ملكية الأراضي من عرب فلسطين عن طريق الشراء إلى اليهود. يبقى الإجابة تاني، ماذا كان يحدث إذا لم تقم بريطانيا بإصدار وعد بلفور؟ لم تسمح بهجرة أعداد كبيرة من اليهود من جميع أنحاء العالم
إلى فلسطين ولم تسمح بانتقال ملكية الأراضي من عرب فلسطين عن طريق الشراء إلى اليهود. بكده يكون خلصنا أول سؤال في التاريخ. هنخش على السؤال الرابع. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. من إنجازات ثورة 23 يوليو عام 1952 في المجال الاجتماعي. من إنجازات ثورة 23 يوليو 1952 في المجال الاجتماعي: تمصير البنوك ولا استصلاح الأراضي ولا إنشاء المصانع ولا جعل التعليم بالمجاني. طبعا اجتماعي يعني خاص بالتعليم، يبقى جعل التعليم إيه؟ جعل التعليم مجاني. رقم 2، أنشأ محمد علي المجلس العالي ولا مجلس الأمة ولا مجلس شورى النواب ولا مجلس شورى القوانين. هو أنشأ مجلسين، اللي هو المجلس العالي ومجلس المشورة، وهو كان شكلي بس، كان شكلي. يبقى أنشأ محمد علي المجلس العالي، المجلس العالي. رقم 3، أشهر المذابح التي ارتكبها اليهود ضد العرب في فلسطين: مذبحة بحر البقر ولا دير ياسين ولا القلعة ولا عائشة راتب ولا أمال عثمان. هنا أشهر المذابح اللي ارتكبها اليهود ضد العرب في فلسطين مذبحة دير ياسين، مذبحة دير ياسين. أنشأ الخديوي إسماعيل أول مدرسة لتعليم البنات عام 1873 ميلادية استجابة لدعوة مين؟ مين كان السبب في إنشاء أول مدرسة لتعليم البنات؟ هل علي مبارك ولا رفاعة الطهطاوي ولا محمد فريد ولا مصطفى كامل؟ رفاعة الطهطاوي. النقطة ب من السؤال الرابع. هنيجي في النقطة ب، دلل تاريخيا على صحة كل عبارة مما يأتي. رقم 1، فساد النظام الملكي قبل ثورة 23 يوليو عام 1952. ايه دليل ان كان في فساد في النظام الملكي قبل ثورة 23 يوليو؟ اول حاجة، حيث تمثل ذلك في استبداد الملك فاروق، انه كان ملك مستبد، كان مستبد بالحكم، يبقى حيث تمثل ذلك في استبداد الملك فاروق بالحكم. كمان انتشار الرشاوي، يبقى وانتشار الرشاوي زي فين بقى؟ كما حدث في صفقة الأسلحة الفاسدة، لأن دي كانت أكتر حاجة أدت إلى خلع الملك فاروق، اللي هي صفقة الأسلحة الفاسدة. يبقى الإجابة هنا دلل صحة العبارة التالية ودلل تاريخيا: فساد النظام الملكي قبل ثورة 23 يوليو عام 1952 ميلادية، حيث تمثل ذلك في استبداد الملك فاروق بالحكم وانتشار الرشاوي كما حدث في صفقة الأسلحة الفاسدة. رقم 2، لجأت مصر للطرق السلمية في استعادة طابة. استعادة طابة كان بالطريق السلمي وليس بالحرب. طيب ندلل ازاي الكلام ده؟ هنقول حيث أصدرت هيئة التحكيم بمحكمة العدل الدولية حكمها لصالح مصر، وعادت طابة إلى السيادة المصرية في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. يبقى هنا الإجابة دلل لجأت مصر للطرق السلمية في استعادة طابة، وهنا الطرق السلمية ما بينها وما بين إسرائيل بعد انتهاء الحرب، حيث أصدرت هيئة الإجابة، حيث أصدرت هيئة التحكيم بمحكمة العدل الدولية، الهيئة الدولية، في سبتمبر عام 1988 حكمها لصالح مصر، وعادت طابة إلى السيادة المصرية. هنا ممكن يجيلي في التاريخ جملة وبعدين تحتيها سؤالين كده، يقول لك في ضوء هذه العبارة وضح. دائما يثبت لنا التاريخ عظمة جيش مصر ووعي شعبها في الحفاظ على وطنهم. في ضوء هذه العبارة وضح الدروس المستفادة من حرب اكتوبر. ما قلش هنا انا ده رأيي، الدرس المستفاد يبقى ده رأيي، لا، انت بتجيب رأيك هو موجود في الكتاب، يعني انت لازم تقوله مظبوط، مش رأيك من حاجة تانية، لا، الرأي عن طريق المنهج نفسه او الدرس نفسه واللي موجود في الكتاب. لكن ما تقولش مثلا لا انا اكره كذا انا احب كذا، لا. يبقى الدروس المستفادة من حرب اكتوبر عام 1973، ايه الدرس المستفاد؟ اول حاجة طبعا تحطيم اسطورة الجيش الاسرائيلي الذي لا يقهر. يبقى تحطيم اسطورة الجيش الاسرائيلي.
الإسرائيلي الذي لا يقهر، وعودة طبعا الثقة يعني في الجيش المصري، انتهاء حرب اللاسلم ولا حرب، انتهاء اللي هي المدة اللي هي اللاسلم ولا حرب، انتهت مدة اللاسلم ولا حرب. أظهرت أهمية استخدام سلاح النفط العربي اللي هو سلاح البترول، لأن هنا الدول العربية وقفت بجانب مصر وسوريا ولم تبيع للدول الأجنبية اللي هي بتساعد إسرائيل بترول. يبقى هنا أظهرت الدرس المستفاد، أظهرت أهمية استخدام سلاح النفط العربي وتحطيم أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر. السؤال رقم 2 اللي هو تابع جيم، مظاهر اهتمام ثورة 23 يوليو عام 1952 بالصناعة. احنا عارفين ان ثورة يوليو اهتمت زي ما اهتمت بالصناعة بالزراعة والتجارة واهتمت بكل البنية المصرية. مظاهر اهتمام ثورة 23 يوليو عام 1952 ميلادية بالصناعة، هنقول ايه الاعمال اللي عملتها الثورة بعد كده؟ انشاء مثلا العديد من المصانع، منها مصنع الحديد والصلب بحلوان. يبقى من مظاهر اهتمام ثورة 23 يوليو عام 1952 ميلادية بالصناعة انشاء العديد من المصانع، منها مصنع الحديد والصلب بحلوان ومصنع الأسمدة بأسوان، وكمان الاهتمام بالتعليم الصناعي. عشان يكون عندي صناعة لازم اهتم بالتعليم الصناعي، يعني اطلع مهندسين وعمال فاهمين يعرفوا يشتغلوا في المصانع، والاهتمام بالبحث والتنقيب عن البترول طبعا والمعادن، لان الصناعة قائمة على مصدر طاقة وقائمة على المعادن. يبقى كمان الاهتمام بالبحث والتنقيب عن البترول وانشاء معامل لتكرير البترول. يبقى مظاهر اهتمام ثورة 23 يوليو عام 1952 بالصناعة انشاء العديد من المصانع مثل مصنع الحديد والصلب بحلوان، مصنع الأسمدة بأسوان، والاهتمام بالتعليم الصناعي والاهتمام بالبحث والتنقيب عن البترول. بكده يكون خلصنا الامتحان بتاعنا. يا رب تكونوا استفدتوا النهاردة، واشوفكم على خير، واتمنى لكم النجاح والتوفيق، والسلام عليكم.